تتحرك لمهد الوطنية البحرين قلعة الوطنية ولن تكون مكان للفداوية. هذا أهم شيء. ثالث شيء أود بالتحب بالنسبة إلى أولا إن إحنا نعيش في خلال من بداية 2011 فترة كارحة من الصحافة وحرية الرأي، أسميها بالمكارثية، لأن حيث أصبح صحفيين وشاة ضد زملائهم في المهنة ودلوا عليهم وجرجروهم وحاكموهم في التلفزيونات وفي الصحف إلى أن أدوا فيهم للحبس. والفرق إن المكارثية في أمريكا واللي هي فترة كارحة يعني توصل فيها، كان رئيس ايزنهاور على الأقل يحس بالمشكلة وعمل على احتواها واحتواها حتى في الأخير أفشلها، ولكن هنا الدولة رعت هذه الظاهرة وكانت في تبادل الأدوار وتغام الأدوار لضرب الصحفيين الأحرار، وأيضاً جرجرت الصحيفة الوسط جرجرت بمكيدة الكل يعرفها بينما باقي الصحف كوفئت على توافقها مع الدولة. بالنسبة إلى قانون، أي قانون؟ البحرين عضو في الأمم المتحدة، البحرين ملزمة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، البحرين ملزمة بالمواثيق والمعاهدات الدولية، حتى الآن في الفقه الدولي حتى وإن ما لم توقع على اتفاقية دولية تصبح هي سارية عليك ما دام هي مقبولة عالميا. البحرين مصدقة وطرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهذا في المادة 19 سواء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو في العهد الدولي لحقوق الإنسان أو العهد الدولي لحقوق الحريات المدنية والسياسية، حقوق المدنية والسياسية، هناك نص واضح يقول إن من حقوق الأشخاص أن يتبادلوا الأفكار والمعلومات ويبثوها بكل الوسائل وعبر الحدود، يعني ضمن وفقط وضع بعدين في المادة تقول ما يمس بالأخلاق المجتمع أو من هالشكل والسلام العام، يعني إذا البلد في خطر أنه لا تبدو الخطر. ولذلك هذا القانون الموجود حاليا بصيغته يتناقض مع الإعلان عن حقوق الإنسان، يتناقض مع العهد الدولي لحقوق المدنية السياسية. يستطيع أي البحرينيين أن يقدموا شكوى للمقرر الخاص حول الحريات، حرية التعبير والتنظيم، ويستطيعوا في لجنة خاصة في نيويورك حول الحقوق المدنية والسياسية، كوميتي مين كوميتي يسمونها، أن يرفعوا قضايا ودعاوى على حكومة البحرين إذا كان مشت هذا القانون وطبق هذا القانون. ولذلك أقول بأن طبعا سمعنا دعوات من بعض الصحفيين وغيره يقول إحنا وش لنا إحنا نصدق ننضم لهذه الاتفاقيات وبعدين نوقع في المصيدة؟ إذا إما تكون ضمن العالم الديمقراطي الحر أو ترجع للدول الاستبداد، هذا هو الخيار. وشكرا. الأستاذ عبد النبي الأكلي بطريقة حماسية لو تكلم وكأنه في البحرين ما حدث أي شيء. من الذي أخر البحرين بما إحنا فيه اليوم؟ من الذي وقف تقدم البحرين بكل شيء؟ هؤلاء الذين أرادوا قلب نظام الحكم. هذه الدولة في سنة 2011 ما مرت بتجربة بسيطة في قلب نظام الحكم، فإذا حتى الآن ما استطعتم أن تستنبطوا وتستدركوا وتستنتجوا إن كان انقلاب لإسقاط الدولة بدون شك، إن إحنا تأخرنا بالكثير من الأمور نتيجة اللامسؤولية واندفاع من المتهورين وزج الوطن في المستقبل المظلم. إحنا جالسين ندفع الثمن الآن، لكن مع الأسف تقفون بعيد وتقولون كلكم أبرياء. الأخت عصمت قالت بأنهم فصلوهم من دار جريدة الأيام. أنا لا أستطيع أن أدافع عن جريدة الأيام، ولكن لا أستطيع أيضا أن أدافع عن الزميلة، لأن كل الأقلام أصبحت مؤسسات عقائدية في فرق بين الصحفي والعقائدي. إذا أنت صحفي على عين ورأس، إذا أنت عقائدي إذا أنت تكتب ما بيملي عقيدتك، فإذا لم تعد أنت صحفي في فرق شاسع. فهؤلاء الذين فصلوا كانوا في خانة المعتقدات السياسية. مسألة مو مسألة شيعة وسنة، ما أنا عندي 73% من موظفين دار أخبار الخليج شيعة، أخوان كرماء عاشوا سنين معها لا زالوا عايشين. لكن لما صحفي ينتقل من مرحلة إنه هو صحفي يصبح عقائدي، إذا دخلت سياسة، السياسة لا تمشي مع الصحافة. نحن لسنا مؤسسة سياسية،
احنا مؤسسة اعلامية. اما انا تقولون ما في حرية في البحرين، انا استلم في اليوم الواحد 22 الى 25 ستيتمنت من مؤسسة الوفاق، كل تقرير يقدمون كذب في كذب، يتاجرون بقميص عثمان في كل شيء سياسيا، لا عندهم شرف اخلاقي ولا الالتزام المهني. حكومة البحرين ما صادرت جهازهم، لازم يطلعون كل يوم. في كتاب الأعمدة موجودين بعضهم ربما الليل معنا، احنا ما قد طلبنا من كتاب الأعمدة ماذا يكتبون ابدا، والاستاذ علي صالح كان يعمل في اخبار فريد، ما قد طلبنا منه انه يكتب شيء، هو كان يكتب بما يملي عليه فكره. بعض الصعب انا ما كنت اوافق، لان اقول لك المعلومه دي انا اشك فيها ان يكون صحيح، وعدد المرات اللي انا كنت على حق ما اظن ان الاخ علي يتبخل عن انكار هذه الحقائق. اما اذا انت تبي تكتب معتقدات سياسيه يا اخي لا، انت كاتب تعمل في جريده، لما كاتب تعمل في جريده تلتزم بالخط السياسي للجريده. بمعنى في بريطانيا الذي يعمل في ديلي ميرور يجب يكون عماني، والذي يعمل في ديلي تلغراف يجب يكون راسمالي، ولا في صوره بيبصرونه. انا اللي بقول لكم لا تفكرون ان رؤساء التحرير هم جالسين يعلنون حرب الطائفي، ابدا ما اظن في رئيس تحرير يرضى على نفسه بالشيء. لكن مع الاسف الشديد اللي يعلن حرب الطائفي جمعيات المعارضه اللي حتى الان واقفين لا يعترفون بانهم اخطاوا، لا يعترفون بان سجوا الامه في المتاهات. شكرا.